القضيه ديال التهامي بناني الله يرحمه ويوسع عليه والله يعطيني الصبر انا كأم والصبر للرأي العام، لان تبنى التهامي كانه ولده وخاف على وليداتهم بيان سور. دخلت القضيه ديالو، دخلت المداوله، انا استبشر خيرا واتفائل خيرا. اللي دارها السيد القاضي راضيين بها، هو راه شاف كل شيء، هو عارف راسو ما بين يدو حتى شي حاجه، ما عندوش اليات باش يحكم الحقيقه بصراحه. ما عنده قرص مدمج، ما عنده خبره، ما عنده هواتف، ما عنده ملابس، ما عنده قبور، ما عنده جثه. باش غيخدم هذا السيد القاضي؟ غادي يحكم يا اما شوف هو شنو غيدير. انا مرحبا، انما كيف ما بغى يكون الحكم عجبني مرحبا، ما عجبنيش ساستمر وساسير بعيدا. علاش لحد الان ملف فارغ؟ ملف فارغ لحد الان؟ لا الاليات باش يتحكم ما كاينينش، ما تعطاوش، ما تمدولناش باش يمدوا بهم الهيئه، ما تتاحتش لينا هذه الفرصه ناخذوا القرص وناخذوا شحال من حاجه باش حنا نكونوا القناعه ونوصلوها للساده ديال الهيئه. لا ما عندناش هذا الشيء. باش غادي يحكم؟ انا كنقول ربي اللي عالم باش غادي يحكم. هو ادرى بذلك، هما الهيئه ادرى باش غتحكم، هي الخدمه ديالها هي، انا ما كنعرفش. انما انا على حسب ما قال لي الدفاع، لان ضروري الهيئه خص يكون عندها داك الشيء بين يديها، معطيات. ما عندها والو، نكذب عليك، عندها غير ما عندهاش حاجه صحيحه، عندها كل شيء مزور، كل شيء مخمدش، كل شيء مخربق، كل شيء. وكنقولها وكنتحمل مسؤوليتي. شنو كتوقع في الحكم؟ خير، اللي داروا خير، اللي داروا خير، داروا مزيان، غادي نرحبوا به، داروه عيان، غادي نستمروا ان شاء الله باذن الله.